نور مستمرين بمحطاتنا الصباحية، وبما أنه نحن دائماً عم نحاول نغطي جانب آخر من طبعاً هذه الكارثة، إن كان الجانب الاجتماعي أو الصحي أو معلومات أو حتى أيضاً الفرق التطوعية. اليوم رح نحكي بشكل أكبر عن المبادرات اللي انتشرت بكل المحافظات السورية من دمشق وغيرها، وصولاً لمحافظاتنا المنكوبة طبعاً طريقة منظمة وشغل منظم. ليس كل الفرق والمبادرات كانت لوحدها، اجتمعت كلها مع بعض لحتى تكون جهودها منظمة، وطبعاً تستطيع أنه هي توصل هالمبادرات بأفضل شكل. أكيد سلمى، شوفنا على الأرض كثير من الجمعيات الخيرية السورية فوراً كانت على أرض الواقع لتقديم جميع المساعدات الإنسانية لأهلنا المتضررين في حلب، في اللاذقية، في حما، في جميع المحافظات اللي كان فيها ضرر كتير كبير وكارثة إنسانية. مشكورين على الجهود الجبارة اللي عم يقوموا فيها. لنحكي عن هي المساعدات والجمعيات، كيف عم يتم التنظيم، كيف عم يقدروا يوصلوا لأكبر عدد من الناس. اليوم معنا رئيس اتحاد الجمعيات الخيرية السورية ساريا السيروان. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح الخيرات، واهلا وسهلا ومرحبا بكم. اهلا وسهلا فيك. الرحمه للشهداء، نسال الله الشفاء العاجل لكل الجرحى والمتضررين. امين. اهلا وسهلا فيك. يعني شفنا طبعا بهذا الظرف الاستثنائي والقاسي اللي عم تمر فيه بلدنا، من خليني اقول الساعات الاولى بدات كل المبادرات مشكوره والجمعيات والفرق التطوعيه طرح على صفحاتها على الفيسبوك حملات من اجل تجهيز مساعدات تنتقل من المحافظات إلى المحافظات المنكوبة، وأيضاً تم التنسيق بينكم كاتحاد جمعيات خيرية بمركزكم الرئيسي بالميدان. خلينا نبلش ونحكي كيف أنشأتوا هاي غرفة العمليات. حقيقة منذ يعني صباح الباكر، صباح يوم الاثنين الذي يعني كان بعد الزلزال بساعات، تم في اتحاد الجمعيات الخيرية بدمشق في منطقة الميدان دعوة إلى كل أعضاء الجمعيات الخيرية الموجودة في دمشق المنتسبة إلى الاتحاد وغير المنتسبة، ودعوة المبادرات الموجودة كذلك من المبادرات الإنسانية ضمن موافقات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. هذا الاجتماع كان يعني الاستجابة له سريعة جدا، يعني بعد يعني الاتصال بساعتين تقريبا تم عقد الاجتماع، ومن خلاله فورا تم إنشاء غرفة عمليات ضمن مبنى اتحاد الجمعيات الخيرية تعمل على مدار 24 ساعة تماما. ثم أيضا بدأت التبرعات، وفي أثناء الاجتماع كل جمعية تقول ما لديها من تبرعات جاهزة فورا وتقوم بإرسالها والتواصل مع الكادر لديها لتجهيز هذه التبرعات العينية. وأيضا هناك من مباشرة توجه بإرسال تبرعات نقدية، وفتح فورا مباشرة حساب لصالح اتحاد الجمعيات الخيرية تفريعة خاصة بالمتضررين من الزلازل والمنكوبين، وأنشئ مباشرة جروب على الواتساب سمي كما هي الشعارات التي على اتحاد الجمعيات الخيرية، الحملة الوطنية للمساعدات للمتضررين من الزلازل باتحاد الجمعيات الخيرية وكل الجمعيات الخيرية الموجودة في دمشق. حقيقة بعد يعني هذا الاجتماع تم أيضا اجتماع تنظيمي للنواحي اللوجستية عبر وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل و محافظة مدينة دمشق. كل هذا كان بشكل سريع بهذه السرعة بفضل الله عز وجل. في اليوم الثاني تماما، يوم الثلاثاء، سيرت ثلاثة قوافل اتجهت إلى حلب وإلى اللاذقية وإلى حما. طبعا حسب نسبة الأضرار والأعداد السكانية كان يعني نسبة المساعدات في ذاك اليوم. والحقيقة أنه فتح غرفة العمليات من خلال اتحاد الجمعيات الخيرية كان له تأثير كبير، بعد أن تم يعني عبر وسائل التواصل الاجتماعي نشر الحملة وأنه الاتحاد موجود. فبقيت التبرعات في مساء يوم الاثنين، مساء يوم الاثنين تأتي من الساعة الثالثة عصرا تقريبا إلى الثالثة صباحا. تأتي السيارات من قبل
الجمعيات ومن قبل الأخوة التجار الذين يعني هبوا مباشرة وهم يتصلون بنا. ما المطلوب؟ طبعا المطلوب واضح جدا، نشرنا أنه هناك حاجة كبيرة لكل شيء، لأنه هذه الحادثة الأليمة جعلت الناس تخرج من بيوتها ولا تحمل معها شيئا أبدا. بعد هذه القافلة، طبعا تم مع القافلة إرسال فريق على الأرض من اتحاد الجمعيات الخيرية وبعض الجمعيات التي يعني لها عمل تطوعي كبير ولها خبرة، كجمعية حفظ النعمة الخيرية، جمعية حقوق الطفل وجمعية الندى. أرسل فريق كامل مع هذه الشحنات، لأن هذه المساعدات عندما وصلت إلى كل محافظة معنية بالأمر تم التوزيع مباشرة من على كما يقال ظهر السيارات، لأنه الأمر لا يحتمل أي تأجيل، يعني تأجيل صحيح. أو تأخير أو، وهذا الذي بفضل الله عز وجل كان له أثر كبير على الأرض، لأنه في اليوم الثاني يوم الأربعاء كانت القوافل أكبر وحجم المساعدات كان أكبر بكثير، لأنه لم تتوقف التبرعات أبدا. يعني على مدار الساعة تأتي السيارات محملة بكل الاحتياجات، طبعا احتياجات معروفة، الفرشات، الإحرامات، الألبسة بكل أنواع، الألبسة الداخلية، السلال الغذائية، المواد الجافة لتهيئ المطابخ. وطبعا فتحت في حلب مطابخ متعددة من كل الجمعيات، وفتح أيضا في اللاذقية كذلك. فهذا كله يحتاج إلى مواد طبعا لتهيئ هذه الوجبات. وبدأت القوافل الأربعاء والخميس والجمعة كل يوم إلى اليوم، هناك قافلة إلى يومنا هذا. صحيح، خلينا نحكي عن هي الجهود، يعني غرفة عمليات كامل اليوم في جهود كبيرة عم تقوموا فيها من خلال إرسال المساعدات الإنسانية لكل المتضررين، لأهالينا بحلب إن كانوا اللاذقية. كثير من الجمعيات عم تكون موجودة على الأرض، كثير من المساعدات عم توصل. هي الفزعة والهبة بتكبر القلب اليوم وبتخلينا يمكن نخفف هول المصاب على كل الناس. شفنا على السوشيال ميديا اليوم عمل كثير من الناس عم بتشكك، وصول مساعدات لم تصل. نحن اليوم هدف إيصال المعلومة الصحيحة، كيف عم يتم الشغل معكم التنسيق؟ المساعدات اليوم عم توصل باليد من خلال الشباب المتطوعين الموجودين على الأرض، وإذا أي حدا حابب يتواصل كمان معكم كاتحاد ليقدم هاي المساعدات. مشكورين كل يقدموا مساعدات إن كانوا من تجار من جميع الفعاليات الخيرية. بس خلينا نحكي عن نقطة، أنا شفنا الزوبعة اللي صارت على السوشيال ميديا اليوم. نحن ما بدنا حكي، بدنا فعل على الأرض. اليوم عم نحاول نمد يد العون لكل الناس، لأي حدا. وكيف المساعدات اليوم في عدد كبير كتير، يعني أي حدا اليوم عم يتواصل معنا نحن كإعلاميين بيقول لك لسه في كتير ناس بالشارع، لسه في كتير ناس ما وصلها مساعدات، لسه في كتير ناس بعد لهلأ قاعدة بدها مساعدات ما وصلها شيء. الحقيقة يعني المشكلة الكبيرة، وأنا بتشكرك جدا على هذا السؤال المهم التي يعني رافقت هذه الأزمة، أن هناك يعني ما يسمى عفوا بالطابور الخامس، وبعض الناس الذين يريدون أن يشككوا في الثقة الموجودة ما بين الجمعيات وما بين الحكومة وما بين الجمعيات وما بين الجهات المعنية. أنا أقول بكل صراحة وأنني صادق إن شاء الله، ما تم توزيعه في البداية كان بشكل إنقاذي سريع حسب ما وصلت إليه القافلة كما ذكرت. أما في اليوم الثاني مباشرة أو باليوم الثالث تماما تم فتح مستودع كبير جدا في مدينة حلب. هذا المستودع مساحته تزيد عن 3000 متر، طبعا بالتشبيك والتعاون مع اتحاد الجمعيات الخيرية في حلب، مع بعض الجمعيات الخيرية الموجودة في كل المحافظات التي ذكرناها. وهذه الجمعيات موثوقة وتم التنسيق مباشرة معها، والتسليم يكون من خلال مراكز الإيواء، من خلال المساجد، من خلال مبادرات تخرج الفرق ليلا ليلا، وأنا على تواصل معهم، وأيضا كل الشباب المتطوعين الذين يعملون في الجمعيات على تواصل مع مدرائهم، وكل هذه الاتصالات تكون يعني لدينا، وعندنا توثيق كامل لكل التوزيع الذي
يعني حصل، هذا أهم وعندنا شيء. توثيق أيضا لكل من يأتي ويريد أن تقدم المساعدة له. يعني صباح اليوم أرسل عبر هذا الواتساب الذي هو يعني الحملة الوطنية، أنه مثلا على سبيل المثال في محطة بغداد في حلب، هذه محطة كبيرة معروفة يعني التي فيها قطار الذي ينزل ما بين المحافظات، ضمن الفرقونات موجود ناس قاعدة بعد بعد يعني فلأقول أقل من نصف ساعة كانت الفرق مباشرة قد توجهت إليهم وتم تلبية الحاجة بما يحتاجون من كل الأمور. وحتى إنه الأخوة الذين يعني خرجوا أول شيء سألوهم هل تأتيكم وجبات الطعام، قالوا تعم تأتينا وجبات الطعام. يعني الأمر كبير جدا، وعلى مستوى هذا الأمر أنا أقول بكل صراحة التوثيق موجود، والذي يريد أن يعني يفعل هذه الأمور هم من الذين يريدون أن يبعدوا الناس عن الهدف الأساسي الذي كان من خلال هذه الحملة الوطنية. حتى التفكير للمستقبل موجود إن شاء الله تعالى. أكيد أستاذ ساري، يعني التوثيق بيفيد الناس أيضا بالتشبيك كجهات رسمية لمعرفة الأرقام فيما بعد في قادم الأيام. أيضا هناك مجهود قمت فيه من أجل المنازل المتضررة، ممكن نحكي عنه سريعا؟ منذ 3 أيام تماما، أو نحن يعني في اليوم الثاني أو الثالث لموضوع الزلازل، بحثنا وبحث معنا كثير من إخوة التجار أنه هؤلاء الذين يعني خرجوا من بيوتهم يعني قد تعرضوا، مثلا حلب كم تعرضت بأفعال إرهابيين، صحيح، كم خرج منها من الإخوة الذين نزحوا إلى المحافظات، والبعض يعني ما زال لم يعد إلى بيته. لا نريد موجة نزوح جديدة أبدا، إنه هذا النزوح يشكل عبء ويشكل حالة نفسية كبيرة جدا. البديل أن نهيئ لهم مساكن لمدة سنة أقل شيء باستئجار هذه المنازل على نفقة المحسنين، على نفقة التجار، على نفقة الجمعيات الخيرية. كثير مهم هيدا. وهذا الموضوع بفضل الله عز وجل يعني الآن في بداياته، ولكن تم استئجار شقق، منها شقق المفروشة ومنها شقق غير المفروشة. حتى الشقق غير المفروشة نحن جاهزين تماما على أن يكون فيها الأمور التي يعني إن شاء الله تكون مريحة بشكل يعني مقبول نوعا ما. إنه هذا الأمر يعني منه فوائد كثيرة. الفائدة الأولى أن رب المنزل أو رب الأسرة إذا كان ما جاب على قيد الحياة يقوم إلى عمله، أنه هنا كلهم الآن الحياة بدون الحياة متوقفة. الطلاب الذين يعني هم في قيد الدراسة ما زالوا من كل المراحل التعليمية يعودون إلى مدارسهم، لأنه الدولة مشكورة ستعيد هذا الأمر يعني بشكل إن شاء الله سريع. الأمر الثالث الناحية النفسية عند هؤلاء عندما يعودون إلى بيت، ولو كان هذا البيت يعني مؤقت بالنسبة إليهم، لكن يشعرون أنهم في مكان خاص بهم، غير مهما كان مركز الإيواء مهيأ ليس كمن استقل في بيته. أكيد جهود جبارة عم تقوموا فيها باتحاد الجمعيات الخيرية السورية، وهذا الشيء اللي أشرت إله بالأخير، تأمين سكن هو الأهم اليوم، لأنه عم نحكي عن عدد كبير كتير من الناس خسرت بيوتها. الخسائر يعني أكيد ما بتتعوض، بس عم نحاول نقدم لهم لو جزء بسيط من هي المساعدة. مشكورين أكيد، وبنتمنى لكم التوفيق، ويا رب نشوف كل الناس اللي قادرة تقدم مساعدة تواصل مع الاتحاد لأي فاعلي الخير داخل سوريا وخارجها، للمغتربين، لكل الناس اللي قادرة تقدم مساعدة التواصل مع الاتحاد، لأنه عم يكون في تنفيذ على الأرض. يعني عم نشوف مساعدات عم توصل للناس وشغل جبار عم تقوموا فيه. شكرا كثير لكم. شكرا لكم. شكرا لك. إن شاء الله يعني هيك يكون الأمور من نتمنى تطور إلى أحسن إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا لك. بنعرف أنه عنكم بعد قليل مؤتمر رح يكون طبعا ذكر كل ما قمت به من بداية الكارثة حتى الآن. نحن حاولنا بس نضيء على بعض الجوانب. شكرا لكم.